تحياتنا لكل الشباب اللي قاعدين يتابعونا وانضموا لمتابعه شاشه تلفزيون الكويت. 1:30 الظهر بتوقيت الكويت وهو الموعد اللي ننطلق فيه دائما انا وعهود معاكم من خلال شاشه تلفزيون الكويت عشان نقدم لكم وجبه شبابيه اكيد بتكون حلوه وجميله ولذيذه. اليوم من خلال كافيه شبابي بنحرص على ان نقدم اشياء شبابيه احنا ولهنا على الشباب اللي يتابعونا دائما، خاصه ان الشباب اللي قاعدين يتابعونا هم اللي يعطونا البوش في التقدم في تقديم اشياء حلوه وجميله. واليوم نقول مساء الخير عهود. مساء الخير عبد الرحمن، وانا بدوري ارحب فيكم واحييكم واقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم بحلقه جديده متجدده من برنامجكم كافيه شبابي اللي من خلاله نتواصل وياكم. عندنا موضوع حلقه، عندنا تقارير وايد حلوه ومميزه، عندنا ضيوف مميزين، ما عليكم الا انكم تتابعونا لمده ساعه راح نكون وياها معاكم على الهواء عشان نطلعكم على اخر مستجدات الساحه الشبابيه. ومثل ما احب اكد عليكم دائما ابدا ان الشباب روح مو عمر، عشان كذي برنامجنا موجه حق كل فئات المجتمع وكلكم، وصرح لكم انكم تتابعونا وان شاء الله تعجبكم كل فقراتنا وموضوع حلقتنا المميز لليوم. Can I ask you a question؟ شنو تفضل. اوكي. السؤال يقول اليوم شنو ناقصنا عشان تكتمل فرحتنا وسعادتنا؟ في احد ناقصنا صح؟ منو؟ صح صح، فاقدين واحد وايد مهم اللي هو عنصر مهم، اخونا هاشم مو ويانا. أيه. هو طبعا رايح برحله اعلاميه عمليه، نتمنى له توفيق فيها ان شاء الله. اكيد طبعا نوجه تحيه حق هاشم، نتمنى له كل التوفيق. هو مو موجود ويانا اليوم لكن نقدر نقول غائب الحاضر، راح يكون موجود معنا في الرود تريب وايضا بيكون موجود معنا من خلال فقرات حلوه وجميله. سؤال حلقتنا استوحيناه من هذا الموضوع، سؤالنا يقول شنو الشيء اللي ناقص حياتك وتتمنى انك ان هذا الشيء يكون موجود علشان تكتمل سعادتك؟ اكيد في مجموعه وايد كبيره من الاشياء، وانت بعد عندك وايد اشياء ناقصتك. فنروح نطلق معاكم مع اغنيه بعدها نرجع عشان نعرف شنو الاشياء اللي ناقصتني انا عن نفسي وناقصه عهود بعدها الاغنيه. في بالي الخالي أتعلق بغالي واضيع أنا في الدار، وش صار وش صار لي هالقلب، حب وعشق وين حب وانا ادري ان صار، وش صار وش اللي غير وش صار
يا هلا مرحبا فيكم، عودة مجددة معكم ومع برنامجكم كافيه شبابي. من بعد ما سمعنا هالغنية الحلوة والجميلة رجعناكم مرة ثانية عشان نتناقش وياكم بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، شنو هو الشيء اللي ناقصكم وتحبون انه تضيفونه لحياتكم او انه مو موجود عندكم. تقدرون تشاركونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اولها الانستغرام، سواء باكاونتي انا عهود احمد بالانستغرام او باكاونت عبد الرحمن الدين، وحتى باكاونتات برنامجنا كافيه شبابي تلقونا بتويتر وتلقونا بعد بالانستغرام. ناطرين مشاركاتكم بموضوع الحلقه عشان نتشارك ونعرف شنو هي الاشياء اللي تنقص الشباب ودهم انه يضيفونها وتكون اضافه ايجابيه وحلوه بحياتهم. بالفعل طبعا قبل ما نسولف على موضوع الحلقه بوجه تحية حيل كبيرة حق الفنان صلاح زجالي اللي شفناه قبل شوي في الأغنية الحلوة الجميلة بعنوان عيار، فنان فعلا مبدع ووجه له تحية حيل كبيرة. طبعا أكيد اليوم من خلال حلقتنا راح نكون معاكم خلال موضوع حلقتنا وراح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. أول سؤال حقك عهود، شنو الشيء اللي ناقصك تحسين أنه والله ما أدري الصراحة، لما أنا قريت السؤال وقعدت أفكر يعني وجهتها حق نفسي قاعد أقول شو الأشياء اللي ناقصتني. شوف يعني أنا ما أبي أدعي المثالية والكمال، لأن إحنا معايشين بعالم مثالي موجود فيه كل اللي نبي. يعني أنا مؤمنة أن الإنسان مهما ملك ومهما صار عنده يظل في جزء ناقصة يبي يكمله ويبي يعني يكمل عنده. فوايد أشياء الصراحة من شتى المجالات، بس إنها إذا تبي أفكر بتسرع أو بسرعة غالبا ما تكون الأشياء المادية صراحة. نوعا ما يعني ما أدري مادة تغلب بالطبع. ماني 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 تحسين إن يعني الوفرة المالية أو المادية هي الشيء اللي ناقصك خلال هالفترة؟ مو ناقصني لا، شيء ودي يعني الحمد لله أنا مكتفية ماديا، يعني عندي اللي يكفيني، بس إنه في مثل مصري يقول لك، إخواننا المصريين دائما يقولوا له البحر يحب الزيادة. يعني مهما تحط بالبحر هم يبي ما يكفي. فهذه سبحان الله طبيعة إنسانية. بس من ناحية ثانية إذا تبي تشوف يعني من ناحية تنمية نفسي ثقافيا، أحس أن ناقصتني ثقافة بمجالات ما أعرف فيها أو ما أقرأ عنها، لأن أغلب الأشياء اللي أطلع عليها وأشوفها دائما هي الأشياء اللي أحبها وتستهويني، مثل الفلسفة، مثل الشعر، مثل التاريخ. يعني في أمور ثانية مو ذاك زاد فيها، ممكن تعلم اللغات، ممكن أنمي نفسي أو أثقف نفسي بشيء ثاني، ممكن تكون حرفة أو عمل يدوي أقوم فيه. فهذا الشيء يعني أشوف شيء اللي ما أقدر أسويه وأحاول أن أسويه بس يكون يناسب ميولي. حلو، احنا ان شاء الله بانتظار كل اجاباتكم انتوا اللي قاعدين تتابعونا، بانتظار معرفه الشيء اللي تحسون انه ناقصكم، ولو كان موجود في حياتكم راح تكونون مرتاحين اكثر وتحسون بسعاده اكبر. لكن الحين شنو عندنا عهود؟ الحين راح نشوف فنتك مميز من اختيار معدنا احمد خورشي وراجعكم مره ثانيه. يلا
نجرب نسوي تليفون ما تليفونين تليفونين تليفونك وطيحون ها إيه؟ ابي اشوف ايش كثر تليفونات وايبادات كانوا موجودين بال فنتك نسيت الفقره انا من الايبادات والايفونات الوايد والله الواحد ما يدري ايش هذا تليفوني وتليفون عهود واحنا هم خايفين عليهم اي والله ومن يابوا هالكثر تليفونات حتى يطيحونهم واحد ورا الثاني انا خبري هالحركه ترى كانوا يسوونها قبل بس بالاشرطه إيه؟ اشرطه الكاسيت اشرطه إيه؟ شويه الفيديو بس الحين قاموا يسوونها بالتليفونات والايبادات شفتي الفسق شفتي بعد زين بالنسبه حق موضوع حلقتنا يمكن من اكثر الاشياء اللي وصلتني الحين على تويتر انا ما راح اقدر اقراهم سريعا بس ابي اقول الملخص العام من اكثر الاشياء اللي يقولون ان ناقصتهم هي الشهاده اغلب اللي جاوبوا عندي يقولون الشهاده نبي نتخرج ابي اتخرج فتحياتنا اكيد حق كل الطلبه اللي يمكن الحين قاعدين يقضون سنواتهم الدراسيه في الجامعه في المدرسه وغيرها من المراحل الدراسيه لكن بالنهايه هذه عهود مرحله لابد ان الانسان يجتازها لابد ان يبدع فيها ويجتهد فيها علشان يحقق مستقبل افضل واحسن